صباح الخير سالي، صباح الخير لجميع متابعي برنامج جوك. نهار اليوم تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس مقارنة بيوم أمس. درجة الحرارة كما ذكرنا تنخفض بسبب تأثر المملكة أو بسبب عبور لكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من البحر الأبيض المتوسط، تعمل على تغير جذري في الأجواء مقارنة بالأيام الماضية. درجات الحرارة تكون حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. تستمر الرياح الغربية النشطة المثيرة للأتربة والغبار بالهبوب خلال ساعات نهار اليوم، كما لا يستبعد هطول بعض زخات الأمطار في المنطقة الشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى. توقعات الجوية للعاصمة من خلال نهار اليوم: يسود طقس بشكل عام صافي مع غبار خفيف، هي بقايا الموجة الغبارية التي تأثرنا بها خلال يوم أمس. 15 درجة مئوية، انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة الملموسة 13. الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية نشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم: نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تكون الأجواء غائمة مع فرصة لبعض زخات الأمطار في إربد 16 إلى 8، عجلون 15 إلى 7، جرش 16 إلى 9، والمفرق أتربة مثارة 16 إلى 7 درجات مئوية. المنطقة الوسطى: العاصمة عمان غبار خفيف 15 إلى 7، الزرقاء 17 إلى 9، البلقاء 16 إلى 8، مادبة 17 إلى 8، والبحر الميت 25 إلى 17 درجة مئوية مع غبار خفيف بشكل عام. المنطقة الجنوبية أيضا تشهد غبار خفيف، الكرك 17 إلى 8، الطفيلة 16 إلى 7، الشوبك 14 إلى 5، معان 16 إلى 6، والعقبة رياح نشطة وأتربة مثارة 26 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أيضا رياح نشطة تكون غربية مترافقة مع هبات قوية تعمل على إثارة الأتربة والغبار، الأزرق 19 إلى 8، الصفوي 19 إلى 6، ورويشد 20 إلى 7 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا. نهار سعيد، نتمنى للجميع وللقاء.